كتاب الحق، كبير كان أو صغير، رجل أو امرأة. يا حكومة البحرين، هذا شهر الله، انقذوا ما يمكن انقاذه، واطلقوا سراح المظلومين، وحققوا المطالب العاجلة، واصلحوا بين شعبكم بعدما انتشرت الفتنة. اسعوا لبناء هذا الوطن، وطن يحتضن الجميع ويحترم حقوق الإنسان. عززوا الأمن واقبلوا بالشراكة في صنع القرار، وبذلك يتحقق الازدهار والبناء الصحيح. ما دون ذلك فإن الوطن فسيستمر في حالة التراجع الأمني والاقتصادي. الحرية لجميع المعتقلين.